الثامنة اللي غتكون إن شاء الله في الدار البيضاء في ما بين 27 حتى 29. الجديد فيها هو عدد عارضين إن شاء الله اللي غادي تزاد ما بين 100 و120. جميع الجهات غادي يشاركوا في هذا المعرض الدولي. وكنتمناو أن هذه السنة غيكون فيها إن شاء الله يعني la confédération, la constitution de la confédération africaine des industries de cuivre, inchallah, tous les 26 pour établir une feuille de route avec les pays africains. Les quatre pays ont une relation très positive. اللي غنصدروا ان شاء الله الحذاء ديالنا واللي مالا نتعاونوا في لا فورماسيون في لاكومبانيمون في لا ميزون بلاس دي 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 بروجي في افريقيا ان شاء الله. هاد الدوره هي دوره مميزه لان هاد الدوره لان بغينا نديروا واحد الارضيه للقطاع الجلد باش يكون واحد المعرض اللي تقريبا هاد العام كنخدموا عليه تقريبا باش يكون عندنا واحد 80 عارض مغربي وكذلك اجنبي وتا العارضين اللي جايبينهم الاجانب. يعني هنا باغيين نبرزوا المنتوج المغربي اللي هو في قطاع الجلد في قطاع الاحذيه في قطاع الملابس الجلديه وكذلك لا ماروكين غي لي ساك وهادو كلهم يعني مواد اللي بغينا ندير لهم واحد التمييز قتيلة الأربع أيام ديال المعرض. وتقريبا هو معرض بي تو بي يعني معرض مهني وكنحاولوا باش إن شاء الله نستقبلوا 4000 زائر مهني من هذا المعرض الذي يجوا من مختلف مناطق المملكة وكذلك من عدة دول. كاين هناك زبناء اللي احنا استدعيناهم من دول أوروبية ومن دول أفريقيا باش يجيو يحضروا هاد التظاهرة. كاين برنامج علمي جد مكثف كاين 9 ندوات كذلك كنحضروا هنا في هاد غادي يكون واحد بيست ديزاينر واحد المسابقة للتميز في مجال التصميم وكذلك كاين تأسيس الكونفدرالية الإفريقية للصناعة الجديدة وهذه كلها أنشطة اللي غادي تزاول بطيلة الأربع أيام ديال المعرض وإن شاء الله بإذن الله باش المنتوج المغربي. وكنتأكدوا وكنشكروا الصحافة اللي كتواكب هاد التظاهرة باش هي تعطي إشعاع للجلد على المستوى الوطني والدولي.